أكد رئيس مجلس الوزراء أن صناديق الاستثمار في المعادن ومنها الذهب تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وادخارية تلبي احتياجات مختلفة فئات المجتمع. جاء ذلك خلال استعراضه تقريرا أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق الاستثمار في الذهب. وأشار مدبولي إلى أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات، ويأتي إطلاق هذه الصناديق في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، كما أن صندوق الاستثمار في الذهب سيكون بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى. على هامش فعاليات مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل، أشارت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إلى أن أبرز المشروعات الناجحة في مجال التحول الرقمي التي تم تنفيذها مع فريق عمل أوروبا التي تتمثل في مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة بمنحة بقيمة 17.5 مليار يورو من الحكومة الألمانية. جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط مع المفوضة الأوروبية للتحول الرقمي مارغريت فيستيجر، وذلك لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم جهود الدولة التنموية. أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة سعيد أن هناك زيادة ملحوظة في واردات مصر من دول بريكس بنسبة تقدر بحوالي 33% مقارنة بعام 2020. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مع رئيسة بنك التنمية الجديدة التابع لمنظمة بريكس ديليما روسيف لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي، وذلك على هامش فعاليات النسخة 17 من المنتدى المالي الآسيوي بهونغ كونغ. وأوضحت وزيرة التخطيط أن صادرات مصر إلى دول بريكس ارتفعت بنسبة 75% مقارنة بعام 2020، مشيرة إلى أن مصر تمتلك 11,960 سهماً مشتركاً برأس مال مشترك بقيمة 1.196 مليون دولار، تمثل 2.27% من رأس المال المشترك لبنك التنمية الجديد. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.14% لتصل إلى 80 دولارا و95 سنتا للبرميل. كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.21% لتصل إلى 76 دولار للبرميل، وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.9% لتصل إلى دولارين و7 سنتات للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 27% لتصل إلى دولارين و6 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستينا لاغارد من أن التوتر في الشرق الأوسط واضطراب الملاحة في البحر الأحمر يمكن أن يؤدي إلى رفع معدلات التضخم مجدداً. وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن المخاطر التي قد تؤدي إلى زيادة التضخم تشمل ارتفاع منسوب التوترات الجيوسياسية خصوصاً في الشرق الأوسط، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الشحن في الأمد القريب وتعرقل التجارة العالمية.